شغلت الشارع السوداني كما هو ملاحظ، يعني ما بين مشفق وما بين مؤيد وممتنع. كيف تنظر يعني بصورة عامة إلى مبادرة حمدوك؟ هي قبل مبادرة حمدوك الشارع السوداني كان يعني هناك مظاهر واضحة بالنسبة له، الخلافات داخل الحرية والتغيير والانشقاقات داخل الحرية والتغيير، باعتبار أنها هي يعني المكون السياسي الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، وهذا ظهر بوقت باكر يعني عقب توقيع والوثيقة الدستورية ما بين المدنيين والعسكريين. هناك مكونات داخل الحرية والتغيير خرجت على الحرية والتغيير وأعلنت خروجها على الحرية والتغيير، ثم بعد ذلك نجد أن بعض المكونات تجمد عملها، بعض المكونات تعلن خروجها عن الحرية، بعض المكونات تعلن معارضتها لبعض القرارات المتصلة بالحكومة أو المتصلة بالحرية والتغيير، وبعض المكونات لها وجهة نظر حتى في الهياكل الحرية والتغيير. ولذلك حتى الأسبوع الماضي شهدنا أن هناك لجنة عقدت مؤتمر صحفي في الخطوط تتحدث عن إصلاح الحرية والتغيير، والكلام ده قبل هذه اللجنة باكرا الإمام الصادق المهدي رحمه الله كان تحدث عن إصلاح الحرية والتغيير، وكان عنده رؤية وطرحها على الحرية والتغيير، وفترة وجوده كان حزب الأمة جمد عضويته، الآن حزب الأمة عاد. الجديد أنه أو طبعا السيد رئيس الوزراء قبل طرح مبادرته الأسبوع الماضي عندما في كلمته الوجهة للشعب السوداني مهد لهذا الحديث، تحدث عن أنه لا بد من التوحد وأنه بين المكونات المختلفة وأن الظروف لا تحتمل. أنا بعتقد أنه يعني الأخطر في حديث السيد رئيس الوزراء أمس الحديث عن الخلافات العسكرية، لأنه هذا كان حديث يتم في مجالس المدينة، يتم في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتحدث عنه شخص في مستوى رئيس الوزراء. عندما يتم الحديث عنه في العلن في مستوى رئيس الوزراء ويؤشر على أن القضية مرتبطة بدمج مكون عسكري محدد داخل الجيش، هذا هو المخيف. صحيح. لأن الخلافات بين العسكريين يعني عندما تتفاغم حسب ما يتم عبر السلاح، لذلك طبعاً. هذا هو المخيف والمقلق جدا. طيب يعني السيد رئيس الوزراء حاول من خلال هذه المبادرة تلمس بعض القضايا الأساسية والوصول إلى القضية الجوهرية، هل برأيك وفق في ذلك يعني في تشخيص الأزمة والعلاج؟ هي قضية أنه نحن يعني نعاني من أزمة سياسية، هذا يعني واضح للعيان أنه السودان في أزمة سياسية منذ الاستغلال وحتى الآن. منذ الاستغلال وحتى الآن لم يتفق السودانيين على كيف يحكم السودان. منذ الاستغلال وحتى الآن لم تستدم عندنا الديمقراطية. منذ الاستغلال وحتى الآن ليس لدينا تداول سلمي للسلطة وانتقال سلمي للسلطة. منذ الاستغلال وحتى الآن تدور الحروب في مختلف مناطق. يعني عندما جاءت ثورة ديسمبر كانت الحروب في 8 ولايات من 18 ولاية من الولايات السودانية، إضافة لأن الولايات المجاورة لا تتأثر بها. إذن قضية الأزمة أنه نحن في أزمة سياسية، يعني هذا تشخيص يتفق عليه كل الناس وليس صحيح. بالتشخيص الجديد، لكن والأزمة السياسية مرتبطة برؤيتنا للسياسة كأحزاب وكشعب وكنخب وممارستنا للسياسة، لأنه الأحزاب السياسية يعني هناك مشكلة في رؤيتها للسياسة وهناك مشكلة في طريقة ممارستها للسياسة. والإشكال الأساسي أنه الأمر في السودان ما بيتحول لأمر مؤسسات، بيتحول لأمر أفراد. عندما تكون الحزب على رأسه شخصية عندها رؤية وقادرة وخلاقة وتستطيع أن تطرح مبادرات نجد أن الحزب شكله مختلف. عندما تغيب مثل هذه الشخصية نجد أن الحزب يعني في حالة يرسى لها، لا يستطيع أن يبتدر. يعني العمل ده واحدة من إشكالاتنا، أن والله نحن عمل حتى الآن ليس لدينا مؤسسات لديها تقاليد، يعني كل الأمر مرتبط بالمبادرات الشخصية، وعندما تغيب هذه المبادرات الشخصية والرؤى الشخصية ندخل في الأزمة. ولعله ده واحدة من القضايا الكبيرة
اللي كان يعني واحدة من يعني واحدة من الأسئلة السياسية اللي احنا محتاجين نجاوب عليها، انه كيف يحكم السودان؟ وده طبعا الناس كانوا يتحدثوا عن انه ده سيتم في نهاية الفترة الانتقالية في المؤتمر الدستوري، لكن احنا كيف نصل لنهاية الفترة الانتقالية؟ الآن اصبح هذا هو التحدي. وزي ما قال سيد رئيس الوزراء، الآن التحدي ليس في أنه والله تختلف الحرية والتغيير أو تختلف مكونات عسكرية، أنه هذه الخلافات يمكن أن تؤدي بأن لا يكون هناك سودان. يعني يمكن أن تتحول هذه يعني من طبعا من الفاعلية السياسية أن يكون هناك اختلاف في الرؤى والأفكار، ولكن الاختلاف يختلف من الخلافات، لأنه الخلافات يمكن أن تنزلق نحو النزاع ويمكن أن تفتح الباب نحو النزاعات. ونحن الآن في مرحلة الخلافات وليس في مرحلة اختلاف الرأي. صحيح. يعني نحن أقرب للانزلاق في مرحلة النزاع، والنزاع هذه المرة لو حدث لن يحدث في أطراف السودان كما كان في المرات السابقة، باعتبار أن المكونات العسكرية أغلبها موجودة داخل العاصمة، والآن الصراع يتمركز حول أنه كيف أنه يكون عندك السطوة داخل العاصمة. لذلك الصراع الآن لو مضينا نحو أنه ينزلق نحو نزاع، سينزلق داخل المدن الكبيرة وسيكون ثمنه غالي جدا. نتمنى أن لا يحدث ذلك. يعني أستاذ أبو دريس، كما أشار أحد السياسيين الكبار يعني عبر مقولة مهمة جدا، ليس مهما من يحكم السودان، ولكن المهم كيف يحكم السودان وكيف يدار السودان عبر الكفاءة والإدارة السليمة وإنهاء هذه الصراعات كما ذكرت، يعني كي لا ننزلق في الهاوية أكثر من ذلك. يعني ما بعد هذه المبادرة أستاذ أبو إدريس، ما هو المتوقع؟ يعني هل ستجد مبادرة دكتور عبد الله حمدوك آذان صاغية من قبل الأطراف المعنية، أم أن الأمر سيمر مثله مثل يعني الأحاديث هو ما قام به رئيس الوزراء أمس؟ ده جلس إنذار نهائي. جلس إنذار نهائي للمكونات المدنية والعسكرية، أنه المكونة اللي عندها مصلحة في أنه الفترة الانتقالية تصل إلى مراميها، ونصل إلى انتخابات عامة، ونصل إلى ترسيخ مبدأ تبادل سلمي للسلطة. إذا لم تنتبه هذه المكونات، طبعا في السنوات في التجارب السابقه كان هناك دائره شيطانيه يسموها الناس اللي يتعاملوا مع السياسه، بانه نحن لدينا انتفاضه شعبيه، حكومه انتقاليه، انتخابات، ثم انقلاب عسكري، وبعد ذلك تعود نفس الدائره. المخيف انه هذا الامر الان لن يكون في هذه الدائره، سيخرج من هذه الدائره الى حاله بتاعت نزاع، يمكن ان تحول الى حرب اهليه شامله، يمكن أن تؤدي إلى تمزق البلد، أنه أجزاء من البلد تعلن انفصالها في سبيل أنها هي لا تريد أن تدخل في قصة النزاع بشكله العنيف. لذلك هذه هي الخطورة، أنه الأمر لابد أن يتم التعامل معه بجدية. إذا أنه القيادات الموجودة سواء كان في المكون المدني أو في المكون العسكري قيادات مسؤولة وتدرك المخاطر الحقيقية المنتظرة للبلد، ستتعامل بمسؤولية. حتى لو عندها اختلافات مع هذه المبادرة، عليها أن تجلس وتتناقش حولها وتطرح اختلافاتها، وتطرح لأنه هو الرئيس الوزراء شخص الأزمة. حتى هي لو مختلفة معه في التشخيص أو مختلفة معه في العلاج، عليها أن تجلس وتقول تشخيصها. صحيح. وتقول دفعاتها في التشخيص، وتقول برضو أنها هي العلاج، ماذا سيكون العلاج. لكن إذا الأمر قوبل بالصمت وقوبل بالرفض، المآلات ليست في مصلحة أي أحد. يعني المهم الاتفاق وإتلاف الرؤى والتعامل بمسؤولية كما ذكر أستاذ أبو إدريس. المهم الجلوس والحوار حوله، لأنه يعني الأزمة لم تعد يعني تنتظر وقتا طويلا. صحيح. لابد من الجلوس والحوار حولها ومناقشتها، حتى لو هناك اختلافات في الرؤى لابد من طرحها وطرحها بشفافية، حتى يدرك الشعب السوداني أنه من الذي يحرص على أن تمر البلاد من عنق الزجاجة هذا. نعم. ومن الذي لا يهمه ويفكر في مصالحه الشخصية
ولا يتعامل برؤية كلية، يتعامل هو في كيف يحقق مصالحه الشخصية.